طيب احنا عملنا فكرتنا وجربناها من خلال البوست مان على ان هي بتدي لي كل الامبلويز صح. انا محتاج ان انا تست نفس الفكره تمام اما اشوف ان انا هكتبها على البايثون هوصلها ازاي. طبعا عايز انوه ان انا عشان اقدر يعني اشتغل مع داتابيز كل داتابيز ليها درايفر كل داتابيز ليها درايفر واثنين وثلاثه. درايفر ده هو بمثابه ان انت بتعرف لغه البرمجه الداتابيز شغاله ازاي والداتابيز بتعرفها البرمجه بتتكلم ازاي. يعني بمثابه حلقه وصل ما بين الداتابيز وبين لغه البرمجه عشان يبقى فيه تفاعل بينهم بشكل صحيح وسريع. تمام؟ فهتلاقي مثلا الفاير بيس في عشان تعرف تشتغلها مع بايثون هتعمل لها بي اي بي وتعمل لها انستول دي مثلا فاير بيز ادمن مثلا وغيره. ولو انت بتشتغل مع نود جي اس هتعمل لها برضه ايه؟ هتعمل لها برضه انستول لباكج خاصه بيها. لو انت بتشتغل مع سي شارب كذلك لو بتشتغل مع جافا كذلك لو بتشتغل كل لغه ونزل لها الباكج الخاص بيها. لكن انا عايز اركز على حته ثانيه. يعني انت لو دخلت هنا في الدوكيومنتيشن انا مثلا لو فتحت هنا ادي على موقع وقلت له جو تو دوكس على موقع الفاير بيز تمام ودخلت في ادي الحاجات بتاعتنا وقال لي بص في جايد ازاي تشتغل اندرويد وتربط مع الايه مع اسمها ايه عاوز اسرج مع الفاير بيز الاي او اس لو عايز تربطه مع الفاير بيز لو عندك ويب وعايز تربطه مع الداتابيز لو عايز داكس بلس بلس وعايز تربطه مع الداتابيز لو عندك يونيتي بتاع الجيمز وعايز تربطه مع الداتابيز الى اخره تمام. لو انت ادمن هنا بتشتغل ازاي ومقسم لك بقى شغل وكلام زي كده. طبعا لو انت مثلا انا دخلت مثلا انا ويب مثلا هتلاقي مثلا عندك الاي او اس وادي الويب وادي الاندرويد وادي الكلام اي واحد مثلا بيقول لك انا هوريك الجافا سكريبت تشتغل ازاي هيبدا يوريك انت ازاي بتعمل كول لحاجه اسمها فاير بيز اب وبعدين تشتغل عليها. لو انت مثلا اندرويد يعني كاتب جافا او كاتب مش عارف هم دلوقتي ايه كوتلين بعيد عن التفاصيل لو دخلت هلاقي مثلا ده هو جاب لك الجافا وجاب لك الكوتلين هتستدعي فاير بيز بوم تمام عشان تبدا تشتغل عليها. دي اسم الايه الدرايفر اللي بيعرفك القصه او بيقول لك امبورت الفاير بيز بوم بس هنا الامبورت غير بتاعت البايثون مثلا. طيب مفيش هنا جايد للبايثون اكيد هلاقي جايد للبايثون فور شور يعني بس هو معتبره ان هو هيعمل لك ويب. خدنا مثلا ايه بايثون سيرش انا عايز اوصل لحاجه من الفكره دي عايز اوصل لحاجه من الفكره دي ماشي اهي اهو اما دخلنا هنا في التفاصيل هتلاقي ايوه ادي الادمن اس دي كي لقينا النود جي اس والجافا عندنا حاج بايثون لغه الجو شغل الدوت نت كله موجود تمام. كل دول اي حاجه من دول تربطوا غيرهم على فكره بس دول اللي حاطينهم هم في الدوكيومنتيشن. فلو دخلت في الاوفر فيو حتى مش بعيد عن التفصيل قال لك الفاير بيز ادمن بايثون اس دي كي اللي بتساعدك في ان انت تبدا تشتغل من خلالنا وبدا يوضح لك حاجه اسمها فاير بيز ادمن. الفاير بيز ادمن ده موديول خلاص احنا عارفين الموديول يعني هننزله الاول وبعدين نشتغل عليه وبعد كده بدا يشرح لك بقى الكلاس اللي اسمه فاير بيز ادمن اب واللي مش عارف اسمه ايه واللي عشان تعمل ديليت دوت ديليت اب ومش عارف ايه ويبدا يشرح لك بقى ايه يخش بقى في التفاصيل والاوثنتيكيشن والكريدنشالز والدي بي داتابيز والستورج ويبدا يشتغل. الاسلوب ده بتاع الموديولز ده اسلوب انت بتتعامل مباشره مع الداتابيز. انا مش عاوز الاسلوب ده انا عاوز اشتغل باسلوب مختلف الا وهو انا عندي اي بي اي وبكلم الاي بي اي وانتهى الكلام على كده. اي بي اي دي بقى من وراها كانت فاير بيز وراها كان ماي سيكوال وراها كان مونجو دي بي وراها كان بوست جري وراها كان ايه اللي وراها انا مش فارق معايا انا مش فارق معايا انا كل اللي انا عايزه مباشره ان انا اقدر اتواصل معاها بشكل مباشر. ولذلك هشتغل احنا كنا اخذنا حاجه اسمها الريكوستس ومعاها الجيسون ودول كانوا بيقدروا يخلونا نقدر نعمل اي كولينج لريستفول اي بي اي
ولذلك انا هبدا بالشكل ده. انا عايز اعمل كولنج ليست فول اي بي اي معموله جربتها على البوستمان ايا كانت اللي ورا، انا مش عارف والله. واحد اداني اليو ار ال ده، في واحد اداني اليو ار ال ده وقال لي هو ده بتاع اي بي اي وبتعمل بتاع، والراجل عندي في الشركه بتاع الباك اند هو اللي اداني اليو ار ال. انا مش فاهم ولا عايز افهم اصلا، انا بتاع فرونت اند خلاص، انا بتاع فرونت اند. الفرونت اند بتاعنا دلوقتي احنا بنشتغل على الكونسول البسيط ده، عايزين نعمل برضه عليه نكلم الاي بي اي برضه عادي. فلذلك هو جاي يعمل ايه؟ اقول له انا هعمل كده، سهل بعد اذنك كل الكلام ده، ويبدا كده على نضيف. هقول له امبورت، انا عايز احاكي ان انا بنادي زي ما كان البوست مان بينادي. فقلت له انا عايز امبورت الريكوست، تمام؟ وانا هجيب امبلويز او ريسبونس، هقول له ريسبونس، لان كل العمليات طبعا ما هي ما بين ريكوست وريسبونس. ريسبونس بتساوي اقول له هات من ريكوست دوت، وهنا العمليه احنا عندنا العمليه هنا ايه؟ هتلاقي جيت بوست بوت ديليت والى اخره بقى من باتش وحاجات ثانيه. فانت جيت هنا برضه هتلاقيهم نفس الكلام، ادي جيت وهيد وبوست وبوت موجودين، وهتلاقي ديليت تحت، وهتلاقي كل الايه العمليات الاساسيه بتاعتنا اللي احنا عايزينها. فقلت له انا عايز اعمل جيت، لان احنا كنا عاملين جيت. قال لي ماشي، اديني هنا اليو ار اي اللي هو ده، تمام؟ اكابي ده، ممكن اسميه انا الاند بوينت، وقمت قال ادي الاند بوينت بتاعتي اللي هو العنوان بتاعي اللي هو اتش تي بي تا 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 اي اسم البروجكت firebase.io.com/employees.json زي ما احنا عاملين. وجيت هنا قلت له انا عايز اجيت، قال لي هتجيت ايه؟ قلت له من الايه الاند بوينت دي. طبعا في حاجات ثانيه ممكن اقدر ابعتها، زي ما قلنا هنا برده ممكن نبعت باراميترز يعني، وممكن نبعت هيدرز، وممكن نبعت بادي، وممكن نبعت اوثنتيكيشن كذلك. هنا برده نقدر هنا اخد كوما وابعت الايه وابعت الحاجات دي كلها. يعني ممكن اقول بارمز بتساوي هي جيسون، برضه بتبعت جيسون، هي كل الموضوع كله جيسون في جيسون. كوما ممكن ابعت داتا اللي هي البادي، اللي هنا اسمها بادي. ممكن ابعت هيدرز، هيدرز والى اخره اللي انا عايزه. انا دلوقتي سيبهم فاضي زي ما انا سبتهم برضه عند الايه؟ عند البوست مان فاضي، مش عندي مشكله، لكن جاهزين، لكن جاهزين. طبعا الهيدرز هنا في حاجات مبعوته، لو جينا بصينا هنلاقي ان في حاجات هنا مبعوته، في سبعه هيدن اهو. ايه الهيدن الموجوده؟ انك انت بتكسبت اي نوع من انواع البيانات، انت الايجنت بتاعك بوست مان ريل تايم، هو بيعرفه يعني. والانكودنج بتاعته بعتها، والكونكشن والكنترول، يعني بعت في شويه بيانات كده جانبيه، هو بيبعتها دايما البوست مان مع كل ريكوست. هتحطهم تحت هيدن لان هو بالنسبه لهم هم دول ثابتين يعني ما بيشتغلش عليهم يعني. انت تبعت هنا اللي انت عايزه في الهيدرز. انا مش هبعت ده. قلت له ماشي، ممكن ابعت نوع بيانات جيسون، ابعت كده يعني، بس مش مشكله. طيب حلو قوي، الريسبونس اللي جالي جالي بالبيانات بتاعتي. انا لو جيت عملت برنت الريسبونس خلاص هيطبع لك الريسبونس زي ما هو. يعني لو جيت عملت كليك يمين كده وقلت له رن لي الكود، قال لي الريسبونس 200. احنا يمكن اتكلمنا على 200 دي وقلنا دي 200 بتيجي، وتلاحظ ان 200 حط قدامها اوكي، يعني معناها ان العمليه تمت وبلا مشاكل والرد سلم، عمليه ناجحه. 200 دي معناها عمليه ناجحه، دي حاجه اسمها الستيتس كود. الستيتس كود يعني ممكن انا عايز اختبرها اقول له ريسبونس دوت ستيتس كود، كده هيطبع لي كلمه 200 بس لما يكون الدنيا شغاله تمام. فبعت لي 200. طبعا لو اي في غلطه في اي عنوان يعني مثلا كده، وحبيت ان انا اجرب، هيرجع لي حاجه غير ان في انفاليد ريكوست هنا العنوان غلط، فبيغيب وقال لي 404، و404 معناها معروف رقم مشهور اللي هو ايه؟ نوت بيج نوت فاوند، معروف بتطلع كده 404 بيج نوت فاوند. اشهر واحد حتى الناس اللي مش تكنيكال عارفه 404، تمام؟ طيب فانا ممكن استغل ده وقايل له بدل دي هقول له اف ان ريسبونس ستس كود لو كانت بتساوي لا تساوي 200 يبقى في ايرور، صح؟ في الحاله دي ممكن ابرنت اقول له جيت سلاش امبلويز ايا كان العنوان يعني،
هذا وخلاص. طيب else معناها ان البيانات سليمه تمام، فانا اقول له برنت، بس مش هقول له برنت الريسبونس، لما اقول له برنت الريسبونس هيقول لي الريسبونس ب 200، لا فانا هقول له ريسبونس دوت تكست، ابعت لي النص بتاع الريسبونس النتيجه الكونتنت. لما كان ده و7 قال لي سنتكس ايرور فين؟ اه في كورب انا كنت حاططها بس ما اعرفش راحت فين. ماشي. فقال لي الجيت امبلويز دوت جيسون هاز ايرور. طيب لما خليناها زي ما احنا ماشيين العنوان السليم طبع لي ادي البيانات اهي، ديبارتمنت 1، الامبلي اي دي 10، الامبلي انترست نيم كذا تك 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 كويس. وبعد كده اشتغل بقى اللي انت عايزه. كده اشتغل اللي انت عايزه. يعني ايه اشتغل اللي انا عايزه؟ يعني العب بقى مع الداتا بقى، حول البيانات بتاعتك الى جيسون حقيقي، وخلي بقى والعب معاها مع البايثون، زود شيل حط اعمل اللي انت عايزه بقى. خلاص البيانات جات لك، البيانات جات لك. يعني لو انت عايز تعمل هنا تقول ده هنا امبليز بتساوي ادي الريسبونس دوت تكست تمام، الريسبونس دوت تكست، او اقول له ريسبونس دوت جيسون هيحولها لي الى جيسون. اصبحت دلوقتي كلمه امبليز دي جيسون وكامله مكمله، تقدر تتعامل معاها بشكل كامل. يعني لو عايز تجيب الامب اي دي بس تقدر، عايز تجيب الامب نيم بس تقدر الى اخره. يعني انا عايز اجرب، خلونا نجرب. طبعا هي اري، يعني عايز الوب، يعني عايز اقول له فور امب ان امبليز صح، عشان دي انا عارف ان هي جايه لي اري صح، ولازم اكون عارف طبعا شكل الهيكل بتاع الداتا اللي عندي. ما اقولش انا ما كنتش اعرف، ما ينفعش. انا عارف ان هي اري، هو جاي عامل ايه؟ اقول له برنت ومايل مثلا امبلي، يبقى قلت له عايز برنت الامبلي اي دي وعامل كده كوما واقول له امب ومفتح كده قوسين وقايل له بقى الامب ايه؟ الامب اي دي، على اساس ان هو ياخده منه بقى. ادي الامب اي دي تمام. وكذلك لو انا عايز اشتغل مع الامبلي نيم مثلا، امبلي نيم، الامبلي نيم لا ده امب نيم جواه الفيرست نيم وجواه لاست نيم، عاملها ازاي دي؟ اقول له امب نيم وعامل كمان واحده جواها كمالت دايمنشنال كده وقايل له الفيرست ايه؟ الفيرست نيم تمام؟ في الدوكيشن فيرست نيم، عايز احط جنبها اللاست نيم، اخد ده كده كابي كابي كده واخد مثلا طبعا عامل سبيس كده فاضيه وجنبيهم وعامل نفس الكلام، بس هقول له اشتغل على اللاست نيم كده. بنات ايه؟ البيانات اللي انا عايزها طبعا اقدر اسيرش عليها، اقدر اعدل فيها، اقدر اعمل اللي انا عايزه بقى خلاص تمام؟ كده جبت ايه الاسم والبتاع مش عارف ايه، طبعا عندي الفون زي الري وعندي البتاع الري مش مشكله. واقول له هنا برنت كده عشان يبان لي الفاصل كده ما بين كل امبلوي والتاني. لو جيت عملت ران قال لي لاست نيم انت كاتب فيها حاجه غلط، تروح حقك لاست نيم ناقصه ان صح. ران قال لي زي ما انتم شايفين كده، قال لي امبلي رقم 10، الامبلي نيم عدد صابون وعمل السبيس وكتب اللاست نيم والفيرست نيم ورقم 11 مهم صابون. وبكده قدرنا نجيب البيانات ونعرضها ونشتغل عليها زي ما احنا عايزين، من خلال ان احنا تعاملنا مع ريست فول اي بي اي. تعاملنا مع ريست فول اي بي اي من خلال ريكوست بالمنظر ده. طب لو انا عايز اشتغل على التليفونات، التليفونات دي اري لسه، يعني اري جوه الاري اللي بتاعت الامبلي صح؟ اري جوه اه عادي. يعني ممكن اقول اعمل فور فون ان ام اوف فونز، اي ما ام فونز هتديني اري جديده او ليست، يعني زي ما احنا بنسميها ليست جديده، كل مره يحط فون جديد. قوم جاي قايل له بقى قبل ما اشتغلها هنا، قوم قايل له برنت، قوم قايل له مثلا فون نمبرز تمام، وقوم جاي هنا بقى طالع كل فون فون بقى برنت
طبع الفم مباشرة كده بدون أي مشكلة، مش هحسن ولا حاجة، تك 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 تك، صدر صدر صدر. لو جينا عملنا رد، الله ينور عليك، فقال لي هذا الام بي اي دي 10، الكلين نيم عادل صبور، الفون نمبرز، حضرتك الرقم الاول رقم الثاني. عمل فاصل، بعد كده قال لك الام بي رقم 11 اسمه هيمن صبور، اسمه الفون نمبرز، وقام عامل ايه؟ الرقمين ورا بعض وهكذا. ولو في بيانات ثانيه موجوده في السيرفر هيجيب كده. يكون عملنا اتصال مباشر مع الداتابيز بتاعت الفاير بيز اللي مدينا امكانيه ان هي امكانيه ثانيه اوتوماتيك الريست فول اي بي اي.